السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. نظم أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي مسيرات حاشدة صوب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بشمولهم بالتعيين على الملاك الدائم. دعونا نشاهد جانبا من هذه التظاهرات. نستمر مشاهدينا مع هذا الموضوع، ننتقل إلى مقطع آخر. تظاهرات العقود أيضا التابعة لوزارة التعليم العالي تستمر رفضا للتسويف ولتسويف مطالبهم المشروعة، حيث ردد أصحاب العقود هتافات تعبر عن رفضهم للوعود التسويفية الكاذبة من قبل الجهات الحكومية بشأن تعيينهم كما يقولون. لنستمع. نبقى مع نفس الملف مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر للمتظاهرين من أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي، حيث نظموا وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بالتثبيت وإنهاء التسويف الحكومي. لنشاهد. Yeah.
وملا حق التعليم ما طاب. اربع اصابيع وملا حق التعليم العالي ما طاب. واخر توجيه رئيس الوزراء وجهت وزارة المالية لاجتماع طارئ مع رؤساء الجامعات. وهذا الاجتماع صار يوم الجمعة. وصار جدول ونزل بالإعلام ونزل على موقع وزارة المالية ووزير المدرسة تعهد أمام الجميع وجلسة الصباح أن ينعرض الموضوع بجلسة 29 من عام. شنو اللي صار؟ يا رئيس الوزراء المالية وطيب صادق ترى ما صادقت على الجداول. مشاهدينا نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. غفران تقول: نطالب بتثبيت عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأننا أصحاب عوائل وخدمنا الجامعات لسنوات طويلة. تعليق من آمنة تقول: مهما غيبونا ومهما أبعدونا سنبقى نطالب بحقنا وسوف تقمعهم أصواتنا الحرة. أم محمد تقول: أنصفوا كفاءات العراق فهم سند التعليم العالي، خدموا سنوات ولديهم سند قانوني. لا لا لتهميش التثبيت، حقنا أسوة بالجامعات الباقية والوزارات. ولدينا كوثر تقول: عرقلة التثبيت سيؤجج الوضع ويعلنونها ثورة لا تحمد عواقبها. ويانا سيد محمود من الموصل، تفضل سيد محمود حياك الله. محمود من الموصل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أسمعك حياك الله تفضل. احنا عندنا رئيس الوزراء مثل إبرة الشبوط، هذا كان مسجون وطلع نفسه. الله كفيلك، الله طلع نفسه بدفترين. هذا المجرم حزب الدعوة، هذا بال 2006 كان مسجون وطلع نفسه بدفترين. هذا بالجيفات، هذا حتى التبن. بس لحظة سيد محمود، اولا يعني بدون تجاوزات، منو تقصد؟ عن منو تتحدث؟ الو، عن منو دا تتكلم يا سيد محمود؟ منو دا تقصد؟ اتكلم على هذا رئيس الوزراء، كان ترى محكوم وطلع نفسه بدفترين. طيب بال 2006. نعم كفيلك الله، عارف جيفاتهم هاني. وعندك هذا رئيس وزير الدفاع ملازمه، اول كان هارب بالشمال. طيب هذا وزير قندرة وزير الدفاع. أبو سيد محمود، سيد محمود، سيد محمود، سيد محمود، سيد محمود، أرجو منك أنه تهدأ وبدون تجاوزات وهاي الألفاظ. حضرتك على الهواء مباشرة وأكو نازلة تشاهد، فرجاء يعني احتفظ بالهدوء وتفضل بدون تجاوزات. بباطل نقوم هذا سفرهم بتركيا ويقولون المواطن يدعمون دعم، كان ملازم اول وزير الدفاع يخلونه وزير دفاع ملازم اول. عندك اللي ضرب 7 مليارات من الدوله طلعوا نور المالك بكفاله. طيب قاتنا كله على حزب الله على لبنان. ومواد الغذائيه نمس شهرين ما شفنا شيء. كلها على سوريا، ناظم الاسد، هذول المحتجلين ما انطوهم حق من المتنازل. نعم ما انطوهم. عندك وزير رئيس الوزراء عيب عليه عيب. تعرف ليش عيب اقول؟ هو رئيس دوله السبع اعتبارا ومسؤول عن العراق كله. ما جلسوا سجن يرددونه، مو عيب من قبل اسبوعين يروح لسجن يرددونه. مو هو رئيس الوزراء يقبلها غير دوله حاملته. عندك الميليشيات فوق الجيش. نعم شلون حزب البعث كان مسيطر على الجيش؟ هذول هسه مسيطرين على الجيش. البارح يقبون عميد يضربونه بالقندره. طيب عجاية كفر. نعم. جريمه. شكرا جزيلا سيد محمود من الموصل. نعم وصلت الفكره، انا اشكرك. ويانا احمد من مصر، تفضل يا احمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. بحييك وبحيي القناه الكريمه والساده المشاهدين الكرام. حياك الله، اهلا وسهلا. بالنسبه للمتظاهرين وبالنسبه للجماعه المتظاهرين اصحاب العقود، نعم. الناس دي عايزه تشتغل، يعني عايزه تاكل اهاليها وتشرف اهاليها. والعراق ثاني دوله في مصر، المفروض الشعب العراقي يبقى من اغنى الدول. يعني الناس مش لاقيه على الشمعه، نعم. ومش لاقيين اكل ولا شرب.
فهم عايشين ما فيش كهرباء ولا لماذا يا سيد احمد لماذا الى الان الشعب العراقي لا يحظى بثروات بلده، لا يتنعم بهذه الخيرات؟ هقول لك يا باشا، زي الشعب العراقي اللي تاني دوله في البترول بعد السعوديه. يعني الشعب السعودي عايش احلى عيشه عن العراق. يعني الميليشيات اللي حكمت العراق ما نهبت البلد، يعني كل واحد عامل له ميليشيا. نعم. فلوس البلد راح عليهم. انت فاهم يا استاذ محمد؟ نعم. فلوس البلد راح على الميليشيات والعصابات اللي حكمت والمرتزقه اللي جابتهم امريكا من 2003. فانا عندي توضيح يا استاذ محمد، عايز اسالك سؤال. سؤال بحيرني، انا راجل مواطن مصري متابع الشان العراقي من 2003. طيب. بالنسبه لجماعه حميد الهايس وجماعه احمد ابو ريشه وجماعه عجاج، بيقول لك طيب. عملنا الصحوات انا بردت اوضح، انا راجل مواطن مصري نعم متابع الشان، بس انا عايز توضيح لحضرتك، هل هم كانوا محاربوا المقاومه العراقيه ولا تنظيم القاعده؟ وشكرا. طيب. شكرا جزيلا سيد احمد بن مصر. سيجيب على هذا التساؤل اهالي محافظه الانبار، سيجيب العراقيون على هذا التساؤل. أنا لست هنا للإجابة على التساؤلات، نحن نطرح التساؤلات وحضاراتكم تشاركوا للإجابة عليها. العراقيون أبناء البلد، أبناء محافظة الأنبار بشكل خاص والعراقيين بشكل عام، هم الذين يستطيعون الإجابة عن هذه التساؤلات. هذا السؤال بالتحديد، هل من ذكرهم السيد أحمد من مصر كانوا يقاومون أو كانوا يحاربون المقاومة العراقية أم كانوا يحاربون القاعدة؟ هل هؤلاء هم الذين اليوم وأمس كانوا الذراع الأيمن أو الأيسر للمالكي، كانوا يقاتلون أعداء العراق أم كانوا يقاتلون العراقيين؟ هذا السؤال حقيقة يجاوب عليه أبناء العراق وأبناء محافظة الأنبار بشكل خاص. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. اشتكى ناشط من محافظة النجف من إهمال الجهات الحكومية للواقع الصحي في المحافظة في ظل حاجة المدينة الماسة إلى مراكز صحية ومستشفيات، وطالب الناشط بضرورة افتتاح مستشفى ناحية الحرية التي لم يتم افتتاحها منذ عام 2015 والتي بدورها كان من الممكن أن تخفف من مشاكل المواطنين الصحية في محافظة النجف. لنشاهد. والله مريت بأشكال مقاطع وصورت وهوسه، صار لسنين بالخدمات محافظة النجف وبالعراق الا ما دوخت هاي مستشفى ناحيه الحريه بطرق القطعه، ما عندنا غير مستوصف 100,000 نسمه، ما عندنا غير مستوصف، ماتت الناس، النوب ثلاث راس وزراء دزين وفود بزمن عادل عبد المهدي وقبل العبادي وبزمن الكاظم، وهسه السودان يسمع حسكم، هم من اهل ناحيه الحريه راحوا اربع يعني رؤساء وزراء، مجلس المحافظه، مجلس الاستشاري بزمنه قبل ما يستقال من بعد تظاهرات تشرين، وهم من كل شيء ماكو، وهم من ما انفتحت من 2015 هاي المستشفى، وبوب الفرج القطعه، من علم سامعين هي شنو ناطحت سحاب هم كملت، المستشفى شوفوا طابق واحد نحتاجها يا اخواني، من 2015 قصه قصتها. ماكو مسؤول، ماكو عقال، ماكو شيخ، ماكو سيد بالجوال، ما اشترك بهاي الدنيا انقلبت عليها، رؤساء وزراء وفود نواب استشاري مجلس ما انفضها، ما اعرف بيها جني بيها سحير، يعني والله ارض مغتصبه، هسه الحكومه خدت تتاكد تخاف اهلها، انتم ماخذيها تجاوز هاي الدار عمي الناس ماتت البارحه، مره ولدت بالطريق عندنا من ابناء ناحيه الحريه يريد يلاحقوها المستشفى ناحيه العباسيه او الكوفه للفرات، ولدت بالطريق عيب، لا معجزه هاي، شوفوا مستشفى كامله، لا معجزه، واحد يقول عايز اجهزه، واحد يقول والله تبليغ، واحد يقول كوادر، مو ملينا تعبنا من 2015 واحنا ب 23 سبع ثمان سنوات مستشفى ما عندنا وما كامله، كش وقت الناس تشوف الخير من عندكم؟ شو وقت الناس تشوف مستشفى الشارع بناء؟ مصيبة عمو، مستشفى حياة بشر، حياة بشر. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر ونستمر في تدهور القطاع الصحي وخطأ، هذه المرة خطأ التشخيص الطبي في العراق. ننتقل إلى محافظة البصرة حيث يظهر في مقطع متداول تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ناشط من البصرة
يتحدث عن غياب الرقابة من قبل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تكرار حالات خطأ التشخيص الطبي والذي يتسبب بوفاة الكثير من العراقيين دون أي خطوة جادة من الجهات المعنية لمحاسبة المقصرين. حيث يقول الناشط في المقطع أنه بسبب عدم وجود تشخيص أدى هذا الموضوع إلى وفاة والده. لنستمع. في الأطباء بالبصرة، ودوم أقول لو كل مواطن بأثناء مراجعته إلى مؤسسة صحية أو عيادة أهلية يتحدث عن الموقف اللي يصير وياه، شاعلن حالة الطوارئ بالعراق مو فقط بالبصرة. والدي بدت بجرثومة بالمعدة حسب تقرير أحد الأطباء، جرثومة بالوحدة أوبر، مراجعة دكتور ما يقارب 25 دكتور بس بالبصرة راجع به. بالتالي طلعت الجرثومة مع المعدة اللي يتحدثون عنها الأطباء، هم يعرفون خلي يباوعون، طلع به مرض خبيث وانتشر به وكتله وما شخصوه بالبصرة وبالعراق. مرض خبيث بوالدي وما عندهم إمكانية يشخصونه، قضوها عليه جرثومة مع المعدة وأوبر وانتهى والدي وتوفى، ولحد الآن يقال بمرض سرطان وما عرفت سبب وفاة والدي. هذا كله بعدم التشخيص، تشخيص ماكو بالعراق. مع القطاع الصحي مشاهدينا الكرام نستمر إلى محافظة كربلاء ننتقل، إذ تحدث الناشط من المحافظة عن جشع بعض الصيدليات في بيع الدواء بأسعار مبالغ فيها مستغلة غياب الرقابة والفساد الذي ينخر المؤسسات الصحية في العراق. لنستمع. صدفة اليوم أنا مريض وراجع الطبيب، يعني أنا عادة ما راجع يعني عيادات، بس لين صارت حالتي الصحية جدا تعبانة تفاجأت رحت الصيدلية. بعض الدول للصدفة أنه بعض الأصدقاء عندي بالمدخر وأعرفهم، بس أنا بعد قلت أن الصيدلية قريبة وسيارة بعيدة، أنه دواء بعشرة حاسبة بخمسطعش، يعني هاي العلاقة قلت أتوقع هاي العلاقة بخمسين ألف دينار. زين إذا الفقير ما عنده مين يجي وأقول له هذا بهلقى السعر ما يجاوب. أنا بس أعرف دور نقابة الصيادلة وين، شنو التفاوت بين الأسعار، وهاي الأفلام مالتكم الهندية مال إنه هاي شركة وذيك شركة، زين وهذا يختلف وذاك يختلف، ماكو اختلاف إنه بين دوا ودوا 8000 دينار 10000 دينار، خلي يصير 1000 1000 ونص 500، بس مو 10000 و 7000 دينار. وظيف للأخ من محافظة كربلاء أنه في بغداد هناك صيدليات يصل فرق نفس الدواء بينها أكثر من 30 و 40 ألف. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. صالح يقول أنا البارحة رحت للصيدلية أشتري الوصفة قال لي 40 ألف، قلت له ما عندي، ذهبت للصيدلية المجاورة قال لي 17 ألف، لاحظ الفرق. محمود يقول زين بس سؤال، وين الرقابة؟ وين اللي يفتشون؟ منتظر يقول أطباءنا حتى لو يشخصون المرض ما يحجون، يبقون يتاجرون بيك من خلال التحاليل والسونارات والأدوية الخاصة بالصيدليات التابعة لهم. ولدينا تعليق من فراس يقول أنت لست وحدك ضحية التشخيص، هناك الكثيرون، بلد بلا عنوان، اختصرها فراس. سيد راضي من البصرة تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من غضاء الزبير، اهلا بك. حياك الله. غضاء الزبير وبالنفط. نعم. وانت تعرف يعني الزبير على بحر من النفط. نعم. والله العظيم تريد لك شارع تلوش تيجي للزبير وتشوف تقول دول هذا الزبير. يعني شوارع ما صدام حسين بغير أحسن من هذا 100 مرة. سيد راضي مو صارت بطولة كأس الخليج العربي عندكم بالبصرة وسعد العيداني يتحدث عن المنجزات، وين هالمنجزات العاد؟ غطوها المحافظ، غطاها الزني جاب لها سير غطاهين عربات يغطي العالم على مود الخليج لا يشوفونه. صار اكو ترويج بالانترنت على صور لملعب الملعب البصرة، ملعب جذع النخلة وملعب الميناء وغيرها، وصوروا لك المحيط مالتها، حولوا البصرة إلى جنة. هذه هي البصرة يا سيد راضي؟ غطوها العالم، هاي التجاوزات والشوارع المزينة غطوهم بسياج سياج يغطون بالعالم على مود أهل الخليج لا يشوفونهم. نعم. تجي للزبير في لك شارع بالزبير، اسمح لي. تفضل. شارع الزبير تجي لو تشوف لك شارع تمشي بالماء.
زين المرور كاظلنا الشارع، احنا ناس عندنا قلابيات، كاظلنا الشارع غرامه واحده 400,000 الله يقبل. نعم يغرمص كذب يعني، يجيبها منها ويحفها منها وهاي ويطول له وصولات بدون ختم. كل من يكب السريع حاطه نجده على السريع ويكب العالم. طيب هذا بالنسبه للشوارع يا سيد راضي، باقي الخدمات شلون وضع البصره؟ ماكو بها البصره، حتى البصره شوفها كلها مستشفيات مدارس. والله العظيم مستشفى ماكو، تريد لك مستشفى ماكو، بس مستشفى الجمهوري وهذا من الستينات مدري. نعم مستشفى. وين تروح هاي الخيرات يا سيد راضي؟ وين تروح اموال البصره؟ الغرايب والفلوس والغرايب وين تروح؟ ما نعم اخي، عصابات يعني العصابات. كان الله بالعون يا سيد راضي، الله يعينكم على ما ابتلاكم. انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من محافظه البصره. سيد راضي يعكس حقيقه ما يحدث في محافظه البصره، للي روجوا للمحافظة على أنه هي جنة، اللي طبلوا لتصرفات أسعد العيداني وصفوه بأنه رجل المرحلة، اللي هو قدم أروع الصور عن محافظة البصرة، هذا الواقع. راح غطى البلاوي مال سنين، غطاها بجدار إعلاني تمام، وأخفى الحقيقة عن العالم، والحقيقة لا تخفى على أحد. بالنهاية السيد راضي من البصرة هو صوت من أصوات كثيرة ينقلون معاناتهم وينقلون المآسي اللي يعيشوها ويمرون بها يوميا في محافظة من أغنى المحافظات العراقية وعايشة أسوأ الحالات. السيد أبو علي من الديوانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بصرنيك أغنى محافظة بالعراق، أغنى محافظة بالعالم، أغنى بقعة بالعالم البصرة. نعم بس أريد علي صوتك يا سيد أبو علي، الصوت مو واضح عندي. حبيبي عمان البصرة أغنى منطقة بالعالم، وفلوسها تركت مصارف العالم، حتى مصارف القمار، حتى مصارف الملاهي، تركيا الدول الجوار إيران تركيا تركتها الفلوس. طيب البصرة جوعانين حبات وجع راس معد. نعم زين هاي الوزراء اللي حاطة تاخذ مليارات كل شغلها، الحكومات المصغرة بالمحافظة والنواحي كل شغلها. لا انت سمعت الجوانية. انت سمعت سيد راضي من البصره شو يقول؟ يقول الشارع مكسر وياخذ من عندي 400,000 دينار عراقي غرامه مخالفات مروريه. هو انت ابني لي شارع، انت بلط شارع، انت عمر طريق، انت سوي جسر، سوي نفق، وبعدين اقطع مني غرامه مثل ما تريد من اخالف، لكن انت ما مقدم لي خدمات، على شنو انت تاخذون هالمخالفات؟ حبيبي الدوله عندها الجيش وعندها حرس وطني، ما حد يقدر يحكي وياها، عندها تدخل سريع، عندها ناس على فقر، عندنا ما جلس عندنا بس ما عندنا، بس هو صوت المواطن اللي انتخب يعني افضل في عندنا هنا بناحية غماس اجى الشارع خليطه منتجات وعلى حسب الاصول. نعم ادري بكم مليار، ما ادري 500 مليار حطوا لهم بلوكات الباقي خلوهم، كان النزاهه بالديوانيه ورا شغلها، كان الضرائب هاي البساتين الوادي من الحرمه تركت البساتين تركت، هاي الضريبه مال الكهرباء باعت الملايين اجت البساتين وراحت، زين انتم جاي تقتلون المواطن تعينون على درجه يعني على وقته لو جاي تهجرونه من منطقه لمنطقه. نعم الحكومه العراقيه انتم ما عندكم عيون، حجاره وحاطينكم. طيب اشكرك سيد ابو علي من الديوانيه، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، اكتفي وياك بهذا القدر. ويانا السيد ابو اركان من البصرة، تفضل يا أبو أركان حياك الله. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتكم؟ حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. والله أنا بالنسبة للإنسان لازم المفروض يحكي الحق. نعم. لأن هو ترى ما إلا الحق. نعم. أخونا هذا براضي قبل هذا الولد من الديوانية سيد. قال الدوريات مع الدوريات، هو لو الدوري انت عندك منشر بالسريع وتقلبه وتخلي وتروح وتخلي اللوري بالشارع زين، ما كم هذا صار، كم عائله راحت من وراء اللوريات والرمل يذبونه بالشارع. بس هو ايضا هو دا يشتكي سيد ابو اركان، هو الرجل سيد راضي من البصره دا يشتكي من رداءة الطرق، دا يشتكي من سوء الشوارع، يقول لك اني يعني اني ماكو شارع مبلط مثل العالم والناس، ماكو طريق منظم، حتى اركن سيارتي عنده وقت الطوارئ، ليش تجي وتخالفني؟
انت ما انت ما قايم بشغلك استاذي العزيز. الشارع اللي داري يقصده يا شارع اللي يريد يقصده شارع الزبير ويا البصره من وراء اسعد العيداني. يعني ترى والله العظيم واحد يحكي بخط لا لي علاقه باسعد العيداني ولا عرفه ولا بتقدي ولا شيء. زين بس العمل ماله اللي جاي يشتغله يا اخي. ترى الانسان الله فوق الراس. احنا منطقه القبله والله ما حد يدخل لها بالقران ما حد يدخل لها. يعني بس حتى افهم شغله منك سيد ابو اركان، انت تقول حضرتك تقول بانه بين اسمعني انت تقول بانه اسعد العيداني يعمل من اجل محافظه البصره وقدم خدمات. اي نعم نعم بخت نعم. شنو نوع الخدمات سيد ابو اركان، شنو نوع الخدمات اللي قدمها اسعد العيداني الى محافظه البصره مثلا؟ نعم انا اعد لك اياها. اولا منطقه القبله تشتهر، منطقة بياتين خليبوت تشهد. تشهد على شنو تشهد؟ يعني بس لحظة اسمح لي، هو مو كلام ذبة. نعم. تشهد على شنو؟ يعني نعم. احنا أنا أرجو المعذرة، هو سيد أبو أركان هو مو تكذيب، هو مو تكذيب لحضرتك، لكن هو أيضا نريد احنا نفهم الصور اللي دا تجي من محافظة البصرة، رجل لا بي ولا عليه شال تليفونه صور واقع مأساوي، شارع منبلط، تكسرات، تخسفات، نهر العشار اللي تحول الى مزابل ونفايات وغيرها من الملوثات الموجوده بالبصره، ارتفاع نسبه السرطان، المخدرات، المستشفيات المتهالكه، هاي ناس لزمت التليفون وصورت تمام. هذا ده يقول لك هذا الواقع، انت ده تقول هو قدم خدمات، شنو هي الخدمات اللي قدمها؟ الشاهد القبله خلي اهل القبله تشهد بان بلط القبله. طيب يعني هل يعني هل محافظة البصرة هل محافظة البصرة هي منطقة القبلة؟ نعم البصرة هي عبارة عن القبلة، يعني أنت تختصر المحافظة في هذه المنطقة. القبلة وياسين قريبون والتنومة نعم. يعني هذني كلنا وهسه جاي يشتغل عندك بالجزيرة. تمام. طيب أنا بس سؤال سريع وأريد منك إجابة سريعة. اللي بال 2018 أهالي محافظة البصرة لما طلعوا مظاهرات ضد أسعد العيداني وتم قتل جزء كبير منهم، ذولا ليش طلعوا؟ ليش طلعوا؟ حب وحكي وأكره وحكي باختصار. نعم ليش طلعوا؟ هاي جاي أقول لك، أنا جاي أقول لك حب وحكي وأكره. لا تطببني بالأمثلة، انطيني ليش طلعوا حتى الناس تفهم ليش طلعوا؟ من السبق سبب طلعت والله. شلون؟ زين يا استاذنا العزيز. شلون سيد ابو اركان؟ اقول لك اكو ناس طلعت في المظاهرات ما تعرف شنو السبب الطالع من هذه. تمام. انا اشكرك سيد ابو اركان من البصره، اهالي البصره هم اللي يجاوبون على سيد ابو اركان، هو يرى بان اسعد العيداني يقدم خدمات جليله للمحافظه، احنا بالمقابل بس نذكر شغلات بسيطه من تقارير دوليه. محافظة البصرة تنتشر فيها نسبة السرطانات بشكل كبير جدا بسبب الملوثات البيئية. محافظة البصرة بحسب رشيد فليح قائد شرطة البصرة الأسبق قال بأنه هذه المحافظة يدخلها ما لا يقل عن 95% من المخدرات القادمة من إيران. هذا رشيد فليح. نفس رشيد فليح برر قتل الأحزاب والميليشيات الموجودة في محافظة البصرة لأبناء المحافظة، ووصف أبناء المحافظة اللي تظاهروا ضد الوضع المأساوي بأنهم مدفوعي ثمن، خلايا نائمة، وبالتالي برر قتلهم من قبل عصابات. تقارير دولية تؤكد أن هناك ميليشيات ومافيات تسيطر على الموانئ الحدودية والمنافذ البحرية الموجودة في محافظة البصرة وتستولي على ثرواتها وخيراتها. هذا جزء بسيط من سلسلة كبيرة من المشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. أظهر مقطع مصور تفاقم أزمة نقص مادة الغاز في محطات وقود محافظة ديالى مما فاقم من معاناة المواطنين، لنشاهد.
نستمر مع هذا الملف مشاهدينا. ناشد أصحاب السيارات الجهات المعنية لتوفير مادة الغاز في محطة المقدادية بمحافظة ديالى. لنستمر. تصور عمي يقول لك خلي نشوف المحافظ، خلي نشوف استاذ همام، نشوف هاي الوضعية تعبانة مال العالم اللي بايته وعارف عملها من وراء الغاز، تجمع سر الغاز وما حد ينطي غاز. بس مدير المحطة يقول انطي فقط للمولدات وبعد اعود انطيكم، وش وقت ينطينا؟ حاضر بيت حميد حق السر. وهذا السر صاير تقريبا كيلوين متر على ناس، واصلا المحطة مغلقة وماكو غاز ما يطون، والسيارة مال غاز ضبت جوا، وهذا السرة مغلق، وهاي كل العالم متجمعة. صور الله وكيله جوا، وعلى صاحب العوائد اللي عاي مسح، والمدير ما جاي وزنه. مدير المحطة يرفض يفتح السيارات الغاز، هاي الناس كلها واقفة، أصحاب بايته هنا، أصحاب عوائل، أصحاب عوائل على باب رزقها. هذا الموضوع مستمر مشاهدينا الكرام، ننتقل به إلى مقطع آخر. وفي محافظة ديالى نبقى إلى ناحية قرى تبة، حيث أظهر مقطع معاناة أهالي الناحية بسبب نقص الوقود. لنشاهد. مقابل بنزينخانة في ناحية قرى تبة، كل 20 يوم كل 25 يوم يجي بنزين، والبنزين متوفر بتجاري تجاري بالف دينار. احنا ما نشتري تجاري، نشتري من البنزينخانة، والبنزينخانة ما يجي كل 20 يوم كل 25 يوم. عندنا بنزينخانة سدوها. نبقى مع نفس الملف مشاهدينا الكرام. أهالي ناحية أبي صيدة في محافظة ديالى نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح محطة الوقود الحكومية التي أغلقت لأسباب أمنية قبل 3 أعوام بحسب الأهالي. لنستمع. الحكومة تبرش من عندنا، الحكومة المركزية، المحافظ كلها تبرش من عندنا. لأن احنا ما طالبين مطالب يعني قوية، بنزينخانة افتحوا لنا اياها، الجنسية اسويها، عندك المولدات بدون غاز لحد الآن وبدون جايز، ما طلعنا ما عندنا بجايز ما مسوين يعني. ايش كانوا من عندنا موتونا؟ ايش كانوا يا عم ولد محمد؟ الولاية هاي جازتكم، الولاية هي تجازوها، الله يقبلها. احنا كل اسبوع نقوم نناشد، ترى ما يصير بالقرآن، ما يصير تعبنا بالقرآن، تعبنا نقطع الشوارع، حنا حل العالم يا عم. ما رحمة شغلتكم، ما رحمة التفتح الولاية، انت المحافظ تعال شوف بسيطة. مشاهدينا نعرض سريعا بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع. لدينا تعليق من البصراوي يقول: وين رئيس الوزراء؟ شنو ما يدري الناس طقت رواحها؟ بس الله كريم لكم يوم. سجاد يقول: 12 ساعة ونص من الثالثة الفجر، من 3 الفجر لازم سرة، وبالأخير يوزعون 150 سيارة والمدير يقول خلص ينطون بس 150 سيارة. مروان يقول: الله شاهد، المقدادية لا خدمات لا قانون، مجرد يمشي يومه وصرف رواتبه بس. في تعليق من حسين يقول: كل ديالة بها أزمة مال غاز. سريعا نأخذ السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، أنت طلعت على الصحة وعلى غير الصحة. نعم. أستاذي ماكو رقابة، رقابة وينكو رقابة؟ النزاهة يرادلها نزاهة، والرقابة يرادلها رقابة. والدولة كلها يرادلها دولة فوقها، لأن هي دولة بطن دولة، وما عاد نقول دولة عن نكفر. عمي هاي مو دولة، وهاي الأزمات مال البنزين مال الغاز. هاي شغلات مفتعلة خيي. ماكو شيء. يعني أنت لما تيجي تراجع مدير دائرة، المدير دائرة يقوم يحكي وياك معلق. ومخلي جماعة رأسا يشهدوا له، ورأسا يرتكب عليك، ماكو من تقوم تحاجة بحقك، يرتكب عليك ويختلف عليك، وتطلع أنت لو إرهابي، لو تطلع بعثي، لو تطلع أنت، هاي فروها عليك، ماكو نبوك بالسجن. وعندك القاضي، القاضي رأسا يقص لك توقيف 7 أيام، يعني ما يصير مسالفة شنو؟ والقضاة، القضاة ترى هم دمروا الدنيا. عمي ناس دايحة، ناس دايحة تحكمنا، ناس دايحة ماكو لا ذمة ولا ضمير. ماكو شيء ولا شنو والله قال؟ جاز سنويا نفس السنة ونفس الشهر، نفس الشهر يصير فيه الأزمة. ليش؟ وبيوم اللي رأسن يصير أزمة، يعني رأسن من قالوا أزمة بعد انتهت أزمة. نعم. وين في شيء صار العزيز؟ أصلاً هو وين المنطق؟ وين المنطق؟ سيد أبو عبد الله، وين المنطق إنه يكون بلد نفطي بأزمة وقود؟ يعني وين أكو هيك منطق؟ منطق ما ينعقل. وهذا أبو ركان طلع من البصرة يقول لك شلون
حب واحكي وكره واحكي. عمي هذا المثل انت عطبقه وين عطبقه؟ هذا حب واحكي استفاد واحكي. اذا الاستفاد هو من المحافظ وعيش رعي دافع للمحافظ. اكون هالسركات الجوع مو اول بصر الجوبة انا بصلاح الدين الجوبة. نعم. عندنا نماذج كثير هنا صلاح الدين ماكو. نعم. الاستفاد من زيد ومن عبيد ماكو ويسوي نبي نبي مرسل يسوي. طيب سيد أبو عبد الله نشكر حضرتك لأن الوقت ضيق للغاية. أنا أشكرك للمشاركة وأعتذر منك طبعا لضيق الوقت. نستمر مشاهدينا الكرام بما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يوثق تجريف المساحات الخضراء في منطقة الكرادة ببغداد وتحويلها إلى صحراء جرداء كئيبة في جريمة بيئية تستمر أمانة بغداد بارتكابها بحق العاصمة وأهل العاصمة عن طريق تجريف الأشجار وقطعها في منطقة الكرادة بحجة توسعة الشارع. لنشاهد كارثة دي يصير هاي مدخل الكرادة اللي تشوفون ولا شجرة أكو ليش يعني دي وخرون الرصيف دي تروح الأشجار هاي دي يسوون توسعة هنا تخيلوا فالأشجار كلها دي تروح هاي شلون ودي شوف مثلا ديش باقي يعني بعدهم أشجار عملاقة وين أكو هيك شيء يعني دي توسيع احنا مشكلتنا مو بتوسيع الشوارع مشكلتنا بعدد السيارات فكارثه اللي يصير جماعه مالت بغداد ايش تسوون؟ من الكراد يعرفون هاي الاشجار شوفوا هي الشجرات على الحافه وسعوا مترين قصون الشجره لك مستحيل اللي يصير هاي كارثه تعتبر كارثه يعني هاي الاشجار كلها الباقيات اذا يستمرون بالتوسيع كلها بعد الكراده ما بيها ولا شجره والنكته هي هاي المترتين ايه؟ تستوعب من سيارة لا عمي ما تستوعب مو مشكلتنا المشكلة هاي احنا والله يعني هاي ما ادري هسه مكان شجرة شالعيها هنا كانت عملاقات الشجرات اكو ذي كم بلطيم كم لي يعني والله ترى مشكلتنا مو بتوسيعة الشوارع عدد سيارات هواية بغداد متكدسة بالنص ماكو توسعة خارج بغداد او اطراف بغداد فاي كلهم شالعيها اقصد بتحجون والله تخيلوا هاي الأشجار هاي اللي تسوي ظل الكرادة وجوها تروح. هذا الموضوع المحزن مستمر مشاهدينا الكرام. ننتقل بكم إلى مقطع آخر لمواطن عراقي يشكو من قطع أشجار منطقة الكرادة داخل من قبل أمانة بغداد بحجة توسعة الشارع الأمر الذي أثار استياء أهالي المدينة من هذا الإجراء غير المدروس وبحسب الأهالي فإن الأشجار يبلغ أعمار بعضها ما يقرب من 100 عام. لنشاهد اليوم بالكرادة داخل فايت صدفة شفت هذا المنظر هاي قاعدين يقصون بالأشجار زرع عمره 30 سنة تقريبا هاي قصوها والله شنو دي عرض الشارع أدري وين الجمال بس ردفته يعني والله تشين بس على مود تخلي سايد عرض الشارع نستمر مع هذا الملف مشاهدينا. مواطن عراقي انتقد استمرار أمانة بغداد باقتلاع الأشجار في منطقة الكرادة والجادرية وقال إن هذه الأعمال التي تقوم بها أمانة بغداد بتجريف أشجار الكرادة والجادرية تأتي بذريعة توسعة الشوارع. لنشاهد بس شاهدوا هاي الجريمة اللي صايرة يعني دي شجرة وهاي شجرة وهاي شجرة وهاي شجرة ودي شجرة يعني وكثير كثير من الأشجار أيضا ديك عبر الشارع أيضا شجرة قاطعيها طبعا هاي الشجرة يعني عمرها ما يقل عن 100-150 سنة باعوا جذورها جذورها هاي ممتدة من الجادرية إلى نهر دجلة أكيد وتم قطعها من قبل أمانة بغداد بكل سهولة على مشينوا على مود يسوون مقرنص على هذا الرصيف سووا المقنص يقطعون شجرة عمرها 150 سنة مو شجرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة العديد من الأشجار الموجودة منطقة الجادرية ومنطقة الكرادة تم قطعهن بهذا الشكل هذا إجرام هذا إجرام حق أهالي بغداد يعني هذه شجرة معقولة هاي تراث هذا حقيقة أهل الكرادة هاي النفس مالتنا هذا تشتم بيها الهواء يعني معقولة لهالدرجة الخسة هاي أمانة بغداد شنو هذا اجرامكم نريد نعرف شنو هذا اجرامكم ليش
شنو سببها؟ شنو سبب اللي تقطعون بيها هاي الأشجار هاي؟ يعني أنتوا شلون تفكرون؟ أريد أعرف شنو تفكيركم بالنسبة لهاي الأمور؟ ليش هيك شيء؟ أريد أعرف ليش؟ شنو سببها؟ على مود سوابة أنتوا يسوون مقرنص تعرضون الرصيف تقطعون أشجار؟ ترى هاي ما صايرة هذا، شنو هذا التفكير هذا؟ شنو هذا التفكير اللي دفتهم؟ شنو هذا التفكير مالتكم؟ نعرض مشاهدينا الآن بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. رزاق يقول: والله كارثة، تكرر هذا الموضوع في أكثر من مكان بحجة التطوير. أخي مو هيك التطوير، التطوير مع المحافظة على الأشجار. أكبر جريمة هي قطع أشجار حديقة الأمة التي سكت عنها الكثير. يعني ما يعرفون يسوون نافورة بدون ما يقطعون الأشجار؟ كافي، وصلت حدها، بغداد تعاني بيئيا، ما كفاكم تجريف البساتين؟ عباس يقول: مع الأسف ده تعمل الجهات المختصة بمعالجة الخطأ بالخطأ لسوء الظروف وتراكم الأخطاء بصورة عامة، ورغم سفرنا خارج العراق نلاحظ أمانات العاصمة بكل دول العالم تعمل لوحات فنية لجمالية المنظر. عفاف تقول: حرامات والله، كل الأشجار قطعوها بحجة تعريض الشوارع. الأمانة ترفع شعار اقطع ولا تزرع. وهاشم يقول: تصرف مؤسف ومهين للبيئة، والأنكى هو عدم ترك مربعات بالرصيف لإعادة الزرع، يعني قضوا على الموضوع تماما. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك في هذه الحلقة. سعر صرف الدولار الجديد، أمل البقاء الأخير لحكومة الإطار. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على أزمة صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والذي فاقم من معاناة المواطن في ظل الوعود الكاذبة لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني، وسط إجراءات حكومية ترقيعية لا تحل أزمة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. لنشاهد. إجراءات ترقيعية لتهدئة غضب العراقيين من جراء انخفاض عملتهم الوطنية، وانصياعا لضغوط أمريكا بمنع تهريب العملة إلى إيران، عبر وعود حكومة الإطار التنسيقي بالاستجابة لطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية. خبراء اقتصاديون شككوا بجدوى قرار خفض سعر صرف الدولار واعتماد سعر 1300 دينار لكل دولار في وقت ما زال سعر الصرف يراوح مكانه في السوق الموازي عند 1550 دينار للدولار الواحد، دون أي تأثير للقرار الحكومي الذي جاء بشكل ارتجالي لم يأخذ بالحسبان التأثيرات الاقتصادية على المدى البعيد، فضلا عما أحدثه من إرباك قد تصل تأثيراته إلى إقرار موازنة العام الحالي التي مضى شهران ونصف الشهر على تأخير تمريرها. حكومة ولائية بامتياز تستميت بالدفاع عن إيران وترفع عنها تهمة تهريب العملة، وسط تأكيدات من مصادر داخل الحرس الثوري الإيراني بدخول نحو 100 مليون دولار يوميا من العراق إلى إيران، ما يهدد اقتصاد العراق وإدخال المواطن في دوامة المجهول. مصادر شككت بجدوى تغيير سعر الصرف وراهنت استقراره بطبيعة التوافقات التي أبرمت خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق ووزيرة المالية طيف سامي إلى واشنطن. إقرار السعر الجديد لصرف الدولار يأتي تماشياً مع اقتراح سابق لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي الذي يحرك الحكومة الحالية من خلف الكواليس في خطوة عدها مراقبون محاولة يائسة لامتصاص غضب العراقيين عقب حالة الغضب والتوتر التي سادت الشارع العراقي وخروج التظاهرات المنددة بالتلاعب بلقمة العيش وتحسين الواقع الاقتصادي. مشاهدينا الآن نصل إلى فقرة الهاشتاج. طارمية الخير هو الوسم الذي تفاعل معه مغردون في موقع تويتر، طبعا للتعبير عن رفضهم لمخططات الميليشيات المتكررة التي تستهدف قضاء الطارمية ومحاولة استنساخ تجربة جرف الصخر على سكان قضاء الطارمية وتجريف البساتين بذريعة محاربة الإرهاب. لنستعرض بعض التغريدات. نيزك تقول: موجة التحشيد المسموم تعود مجددا مع كل مناسبة دينية يتخللها هجوم مفتعل.
نفخ طائفي مقيت تفوح رائحته النتنة هنا وهناك لتشطير الشعب وتمزيق ما تبقى منه. لن يتركوا حزام بغداد بسلام حتى يجعلوه كجرف الصخر المنكوبة وديال الجريحة والمحافظات الممتلئة بالجثث والأنقاض. أحمد يقول: من أجل مشروع إيران ولأجل مصالح الميليشيات فقط، اختلاق عدو وهمي بحجج طائفية والضحية دائما إحدى المدن العراقية. إياد الدليمي يقول: التحريض الذي يمارسه البعض ضد الطارمية مع كل عملية إرهابية لا يقصدون به وجه الوطن بقدر ما هي محاولات مسمومة لتكرار النموذج الأكثر سوءا في جرف الصخر. العمليات الإرهابية تقع بشكل يومي في عدد من المناطق، لماذا كلما جاء ذكر الطارمية استنفرت أو استنفرت الأقلام المسمومة؟ المحتوى الهابط لا يشملهم؟ تساؤل. صباح يقول: هناك جريمة سيرتكبها النظام الذي يحكم العراق بسلاح الميليشيات في قضاء الطارمية، مثلما قتلوا أبناء الصقلاوية. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.